وصلت المنافسة بين الشركات الطلابية التي نظمتها مؤسسة إنجاز اليمن إلى المرحلة النهائية لترشيح الشركة الطلابية الفائزة، والتي ستشارك فيها في مسابقة إنجاز العربي المزمع إقامة بدولة الكويت في ديسمبر المقبل. ويتنافس فيها طلاب الوطن العربي بمشاريع اقتصادية وأفكار ابتكارية تسعى إلى بناء مشاريع مستقبلية للشباب في بلدانهم. شركة جي بي من اليمن إلى اليمن إلى اليمن إلى البحرين، حياكم، مبروك مبروك مبروك. لإنجاز جديد تفاخر به اليمن العالم بما يصنع شبابها أواخر العام في الكويت. كانت هذه التصفيات على مستوى المجموعات أو الشركات محليا التي تقيمها سنويا مؤسسة إنجاز اليمن لريادة الشباب، وفازت فيها شركتا أول خطوة من فئة المدارس ويمن إنتربرايز من فئة الجامعات. إذن بنات أول خطوة، ألف ألف مبروك. أنا شايف الآن بعض الدموع بدأت تنزل. مين اللي راح يمثل اليمن في الكويت؟ تفضل يا أستاذ. المسابقة التي أقيمت اليوم بصنعاء تنافس فيها 97 طالبا وطالبة يمثلون 9 شركات ومجموعات، 5 منها عن جامعة صنعاء و3 عن المدارس وأخرى تمثل معهد الفندقة والسياحة. قدمت مشاريعها واختراعاتها للجنة التحكيم. احنا عارفين الاحداث، وكثير من الشركات عانت، كان لها افكار اخرى غير اللي قدموها، لكن نظرا للظروف وعدم الامكانيات المالية او الاستمرارية او عوامل كثيرة خلتهم في اخر لحظة تغير فكرة المشروع او المنتج. الشركتان الفائزتان ستتوجهان إلى الكويت أواخر العام للمنافسة على جائزة إنجاز العرب والمحافظة على لقب شركة جي بي التي فازت به العام الماضي. في كل المجالات الإبداعية والصناعية يبرز مبدعون ومخترعون يمنيون يحتاجون فقط التشجيع والمساعدة. محمود الحميدي، حصاد السعيدة.